معنا هاتفيا مشاهدينا من اسطنبول دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور عبد الحميد. إذن الحكومة فرضت حظرا شاملا منذ 5 أيام على قضاء طارمية، ما أهداف الحكومة من تكرار استهداف مناطق حزام بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. مثل ما ذكرتم، وليست المرة الأولى هذه، وإن كان يمتد هذا الحصار هذه المرة لخمسة أيام، لكن سبقته حصارات كثيرة وطويلة جدا منذ سنوات تستهدف هذه المنطقة وجميع مناطق حزام بغداد. والغاية كما ذكرنا وبيناها في أكثر من لقاء وفي بيانات متعددة سابقة، أنه هو مشروع إيراني تنفذه هذه الأدوات، أدوات الحكومة الحالية لتغيير التركيبة السكانية، ولا سيما كما قلنا قبل قليل في هذه المناطق محيط بغداد وحزام بغداد كما تسمى، وبالتحديد هذه المناطق الطارمية وغيرها التي تشكل طريق بين بغداد وبين سامراء. وهنالك عمل ممنهج ودؤوب لهذه الميليشيات المرتبطة بإيران والمخابرات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني وغيرهم لتفريغ هذا الطريق وتغيير تركيبته السكانية بالكامل. ولكن كيف تفسر دكتور هذا التناقض الحكومي الذي يقول أن العراق مقبل على تغيير في المرحلة المقبلة؟ التغيير هما الذي تعودنا وتعود الشارع العراقي على أن الشعارات التي تذكر وتقال من قبل هؤلاء السياسيين إنما هي حبر على ورق للاستهلاك الإعلامي فقط، للضحك على الذقون. وأما واقعا على أرض الواقع وما يراه الناس ويلمسونه من أعمال، فكل هذه الشعارات بعيدة. هنالك تغيير نعم، لكن تغيير نحو الأسوأ. هنالك فقدان للأمان، هنالك فقدان لكل الخدمات، ضياع لحقوق الناس وانتهاكات بكل أنواعها، ويعني ربما الانتهاكات التي يتعرض الشعب العراقي اليوم في هذه السنوات التي منذ الاحتلال إلى الآن لم يتعرض لها شعب آخر، لا من حيث النوع ولا من حيث الحجم والمصيبة الكم عفوا. والمصيبة أن كل هذه الانتهاكات ربما تتم بدعم دولي مع كل الأسف، ليس فقط في مناطق حزام بغداد، في الفلوجة وتحديدا في منطقة الشهداء. الحكومة أجبرت النازحين هناك على العودة إلى مناطقهم بدون تطهير هذه المنطقة من الألغام والمتفجرات. كيف تفسرون هذا الإجراء الحكومي؟ يعني الانتخابات هي مجرد مسرحية، ولكن لا بد أن تتم لضمان استمرارية هؤلاء في مقاعدهم ومناصبهم. وهم يعولون على جانبها الشكلي فقط، وأنه يريدون أن تتم هذه الانتخابات، يصورون للعالم أن هنالك مشاركة، ولذلك نجدهم يجبرون هؤلاء الناس على الرجوع إلى هذه المناطق. وربما أيضا إجبارهم، حتى رأينا في بيانات سابقة وفي تصريحات سابقة عرضنا ذلك وبينا أن هنالك إجبار للناس على الاستلام ما يسمى بالبطاقة الانتخابية والمشاركة في تجديد السجل الانتخابي إلى نحو ذلك كله، ليثبتوا أو يقولوا ويصوروا للعالم أن هنالك حياة ديمقراطية كما يعبرون عنها، وأن هنالك استقرارا في العراق لضمان استمرارية هذه المهزلة، مهزلة العملية السياسية التي فصلها المحتل الأمريكي. من أجل ذلك الهيئة دعت إلى عدم الالتفات لوعود السياسيين الحاليين التي لن تسهم في تغيير الواقع الحالي، ولكن كيف السبيل للوصول إلى هذا التغيير المنشود حسب رؤيتكم؟ نعم، طبعا ما دعت إليه الهيئة هو يعبر عن نبض الشارع العراقي، لأنه الشارع العراقي هو كله اليوم يقول أنه لا تعويل على هذه الوعود، وأن هؤلاء السياسيين إنما يتخذون هذه الوعود هي فقط للضحك على الذقون للوصول إلى مآربهم. لم يتحقق طيلة السنوات الماضية أي شيء من هذه الوعود، بل يجد الشارع العراقي أن هؤلاء السياسيين إنما يمتصون ثروات البلاد وربما يتاجرون حتى بآلامهم وآمالهم. أما السبيل فهنا نحن لا نتحدث الآن عن قضية جزئية أو عن مسألة ترقيعية هنا وهناك، وإنما نتحدث عن مأساة بلد هذه صورة من صورها، وعليه فلا حل إلا
التغيير الجذري لحالة العراق، وهذا لن يكون إلا بإعادة عملية سياسية وطنية تكون نابعة من أبناء العراق يؤسسونها على عينهم ورعايتهم، بعيدا عن تدخلات الأجنبي الاحتلال الأمريكي أو الإيراني وغيره، وبعيدا عن هؤلاء الفاسدين الذين أصبحوا أداة بيد الأجنبي معول هدم يهدم البلاد ويضر العباد. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين.